ونشوف المشهد الثاني اللي حصل النهارده مع رمضان صبحي. كابتن محمود نصر مكتشف رمضان صبحي. يا كابتن محمود اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل، اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. طبعا عشان مش هيتسنى لنا الكلام مع رمضان عشان قواعد وقيود النادي الاهلي، بس اقول لك يعني الناس قاعده تعلق على ان لاعب واخد معاه بودي جاردات في الامتحان يعني. انا يا استاذ اتفضل اتفضل. اولا دول مش بودي جارد اللي كانوا معاه، دول اربعه، جوز اخته واثنين صحابه وواحد معاه في الامتحان في اللجنه، صاحبه امتحان في اللجنه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت جبت الفيديو، انا سامع حضرتك، معلش ان انا مش قدام التلفزيون، انا في الملعب دلوقتي، انا سامع حضرتك انك انت جايب الفيديو، شايف الاولاد حوالين رمضان عامله ازاي. مفيش شك. طبعا رمضان لاعب موهوب والناس بتحبه، اللي عايز يلتقط صوره، اللي عايز يعني يحيط بيه. ما لو ما كانش جوز اخته واصحابه معاه ما كانش دخل اللجنه استاذ وائل، ما كانش هيعرف يدخل اللجنه يعني. والله العظيم ما كان هيعرف يخش اللجنه. طب يعني دي مش عنطزه وعنجهيه من رمضان، لكن ده عشان يمكنه من دخول اللجنه يعني. هم رايحين معاه عادي يعني، رايحين معاه انه هو، لان لو ساعات بيترخم عليه بس مش اكتر من كده يعني، من في جمهور متعصب ساعات بيترخم معاه عليه، فجوز اخته بيبقى معاه في كل مكان. لكن مفيش لا بودي جارد، والولد هنا قاعد في منطقه شعبيه ما اتحركش منها لحد دلوقتي، وبيمشي وبيقعد على الكافيهات وفي اي حته. هي اللجنه دي اللجنه في كرداسه. في كرداسه يا استاذ وائل، في كرداسه. وكرداسه مع احترامي لكرداسه، انت عارف ان هي منطقه شعبيه وريفيه، ونجم ونجم زي ما انت بتقول من افضل اللاعبين موجودين في مصر جاي عندهم، مستني من الاولاد هتعمل ايه لما تشوفه. طيب انا معاك، مش هنقصه على رمضان صبحي، لانه انا واثق ان المشهد مش عنطزة، لانه البعض كاتب له امال بعد شويه هتبقى تعمل ايه، هتاخد معاك فرق اغتيالات بقى ولا ايه. لا انا شايف انه يعني رمضان جايز يكون مش عارف يدخل اللجنه بسبب تدافع الناس حواليه، وده بيحصل يعني، فيضطر انه يلجا للاصدقاء والاقارب. كابتن محمود، هل رمضان اتضايق من التعليقات؟ لا رمضان على فكره ما بيتابعش الحاجات دي خالص. احسن. لا رمضان ما بيتابعش، ولا ليه صفحه على الفيس ولا الحاجات دي، ما بيتابعش الكلام ده خالص. والولد غير متصورين. انا عايز اقول للاعلام كلمه، يهدى على الولد شويه، حرام عليكم، انتوا الولد بتصوروه عمل ايه لكل الكلام ده؟ الولد محترم وابن ناس ومخلي باله من الناس، لحد امبارح معيد او باعت حاجات العيد لبتوع مركز شباب ارض اللواء. يعني لحد امبارح بعت شنط، اقسم بالله العظيم يا استاذ وائل انا اللي رايح جايبها من بيته بنفسي بعربيتي، واديتها لعمال مركز شباب ارض اللواء. ربنا يخليه يوظف دائما نجاحه وشهرته في خدمه البشر وفي فعل الخير. بس الاعلام يسيبه شويه، هو المفروض راجل نجم زي كده ولسه موصلك امم افريقيا اللي مش عارفين نوصل بيها ثلاث سنين مع بعض زمايله، طبعا ما ننساش مجهودهم في الملعب، انك المفروض يعني على الاقل كانت عامله لجنه خاصه. انا 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 معاك، مع يعني انت عارف في قواعد، لكن انا معاك في عدم القسوه عليه، لان الناس بتشوف التدافع باتجاه اللاعب المشهور، ورمضان تحديدا كمان له نكهه خاصه في الملاعب، ربما انه لجأ لهذا الاسلوب، لكن لا داعي للقسوه عليه. انا بشكرك، بتوجه لك بالشكر. المشهد الثاني اللي هنشوفه الغش